السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المستوى السادس الجيد في الرياضيات، صفحة 72 تقويم الأسدس الأول. إذا دائما هذه الفيديوهات خاصة بالتصحيح، دائما حاولوا الإنجاز ثم صححوا من خلال الفيديو. جيد، إذا مع تصحيح التمرين رقم 2 وفي نفس الوقت مراجعة للدروس. إذا أكتبوا بالحروف العددين الآتيين. إذا لما نكتبوا بالحروف بطبيعة الحال كنستعملوا الجدول ولو ذهنيا. إذا كنعرفوا بأن الجدول فيه الفصل الأول هو فصل الوحدات البسيطة، وثلاثة الأرقام فصل الآلاف، وثلاثة الأرقام هو فصل الملايين، ثم ثلاثة الأرقام فصل الملايير. جيد، إذن حتى هنا قرينا. طيب، إذن هنا الفصل الأول قلنا الوحدات البسيطة، الثاني ديال الآلاف، الثالث ديال الملايين. إذن نقرأ 12 مليونا. إذن نكتب العدد. إذا هذا هو الفصل رقم 3 يعني الملايين. إذا 12 مليونا. هذا الفصل الثاني اللي هو فصل الآلاف. إذا هو 1000. وهذا في أصفار فصل الوحدات البسيطة. إذا ما نكتب والو. بالنسبة للعدد الموالي نفس الشيء. إذن هنا الفصل الأول، الثاني، الثالث، الرابع الملايير. إذن 13 مليارا وخمسمائة وثمانية. هذا الفصل الموالي اللي هو الملايين، وخمسمائة وثمانية ملايين. ثم الفصل الثالث بطبيعة الحال ردينا باليسار اللي هو فصل الآلاف. إذا هو 424,008. لأن هذا فصل الوحدات البسيطة وثمانية. جيد، التمرين رقم 21. أرتب تزايديا قياس ساعة التخزين الرقمي الآتي. بطبيعة الحال نوضعهم في الجدول ونقارنهم. إذا 21، إذا كنعرفوا بأن الجدول هو فيه تيرا أوكتي، ثم جيجا أوكتي، ميجا أوكتي، كيلو أوكتي، الأوكتي، ثم البايت. ولكن كل خانة كنقسموها إلى ثلاثة الخانات. هذا هو الجدول بحال ديال الحجم. كل خانة أو كل وحدة كنقسموها لثلاثة الوحدات. عفوا، هذا ما نقسموش لثلاثة. لأن علاش؟ لأن من الأوكتي للبايت كنضربو مباشرة في ثمانية، ولا من البايت بغينا نرجعو للأوكتي كنقسمو، نديرو العكس، نقسمو على ثمانية. إذا ما تبقى كنقسمو على ثلاثة. جيد، إذا هنا عندنا 2000 أوكتي. إذا رقم الوحدات في الكيلو أوكتي، عفوا، إذا صفر في الكيلو أوكتي يعني الصفر هنا، و2000. إذن 2000 كيلو أوكتي. ثم لدينا 1.5 ميجا، إذن 1 في الميجا أوكتي فاصلة 5. ثم نحول مثلا إلى الكيلو أوكتي. هنا 1000 أوكتي يعني الصفر في الأوكتي، إذن الصفر في الأوكتي و1000 أوكتي. جيد، ثم الآن 1 جيجا. إذن نأتي إلى الجيجا ونكتب 1. الآن إذا أردنا الترتيب نحول إلى نفس الوحدة. إذا هنا نختار مثلا كيلو أوكتي. إذا نحذف هذه الأصفار. إذا هنا ثم هنا في الجيجا أوكتي نضيف الأصفار. إذا أرتب ماذا؟ أرتب تزايديا، بمعنى من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأصغر لاحظ هنا 2000، 1500، 1 مليون. إذا 1 هو الأصغر يعني 1000 أوكتي هو الأصغر. 1000 أوكتي هو الأصغر. 1000 أوكتي، نعم، 1000 أوكتي هو الأصغر، لأن الواحد هو الأصغر. 1000 أوكتي يلي 1500. إذا 1500 هي 1.5 ميجا ميجا أوكتي بطبيعة الحال. ثم 2000 اللي هي كانت 2000 كيلو أوكتي، والأكبر هو مليون كيلو أوكتي، بمعنى 1 جيجا. كانت 1 جيجا. إذا هذا هو الترتيب تزايديا. جيد، ثم الآن التمرين رقم 22. أكتب الفواصل التي تم إغفالها في نتائج العمليات التالية. إذا هنا بغينا نديرو الفاصل، الأمر سهل جدا.
عندنا العدد في العدد راه عطاونا النتيجة، كنحسبو واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة أرقام في الجزء العشاري، غنديرو واحد اثنان زيدو صفر يوليو ثلاثة ونديرو فاصلة، يعني كنحسبو الفواصل فقط. إذا اثنان وعشرون، إذا هذه هي العمليات. إذا كما قلنا لاحظوا لدينا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ونضع الفاصلة هنا في الجزء العشاري واحد اثنان ثلاثة، هذا ما فيش، واحد اثنان ثلاثة، هنا عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا عندنا في الجزء العشاري واحد اثنان ثلاثة، هذا ما فيش، واحد اثنان ثلاثة. جيد، ثم الآن التمرير رقم 23. دونك أحول ما يلي إلى، إذا هذه العمليات كل ما نحوله من الآر، باء نحوله الهكتار، وجيم نحوله المتر مربع. جيد، إذا هذه هي العمليات، وهذا هو الجدول الخاص بالمساحة، كل خانة كنقسمو على جوج، ثم الوحدات الزراعية. جيد، إذا نبداو مع ألف، إذا عندنا 23 هكتومتر مربع، إذا رقم الوحدات في الوحدة، إذا 3 في الهكتومتر مربع 23، نحول إلى الآر، نضيف صفرين حتى الآر، إذا 2300، هنا نفس الشيء، رقم الوحدات في الوحدة، إذا صفر في المتر مربع 8، واحد إلى الآر، إذا نأتي إلى الآر ونضع فاصلة، إذا 1.80 أو 8، لأن الصفر أصبح زائدا، هنا رقم الوحدات في الوحدة، 7 في الديكامتر مربع، هنا فاصلة 5، كم فيها من آر؟ 7.5، لماذا؟ إذا لاحظوا لأن الديكامتر مربع هو الآر، الديكامتر مربع هو الآر نفسه، ثم هنا 3 في المتر مربع. إذا 3 في المتر مربع هنا، ثم 9، نحول إلى الآر، إذا نأتي إلى الآر ونضع فاصلة، وبطبيعة الحال نتمم بوضع الأصفار، إذا 0.93. جيد، ثم هنا المتر رقم الوحدات في الهكتومتر مربع، إذا 0 هكتومتر مربع فاصلة 5 إلى الآر، إذا هذا هو الآر، بمعنى نضيف الأصفار حتى نصل إلى الآر، إذا 50 R، 50 R. جيد، الآن باء، إذا هنا 1 كيلومتر مربع، إذا 1 كيلومتر مربع، كم في من هكتار؟ إذا الهكتار نضيف صفرين حتى نصل إلى الهكتار، إذا 100، هنا صفر في الهكتومتر مربع، إذا 70 هكتومتر مربع، 70 هكتومتر مربع، كم في من هكتار؟ فيها 70 هكتار. لماذا؟ لأن الهكتومتر مربع هو الهكتار، هنا 5 في الديكامتر مربع، إذا نأتي إلى الديكامتر مربع نضع 35، نحولها إلى الهكتار، إذا هذا هو الهكتار، نضيف الصفر ونضع فاصلة، إذا 0.35، ثم هنا الصفر في المتر مربع ونكتب 5200، إذا نأتي إلى المتر مربع ونكتب 5200 متر مربع. جيد، نحول إلى الهكتار، إذا نأتي إلى الهكتار، نتمي بإضافة صفر ونضع الفاصلة، هنا الأصفار أصبحت زائدة، إذا 0 هكتار فاصلة 52، ثم 0 في المتر مربع، إذا نأتي إلى المتر مربع نضع صفر، ونتمي بكتابة 3000 متر مربع، كم فيها من هكتار؟ نأتي إلى الهكتار، نصل بالأصفار ونضع فاصلة، هذه الأصفار أصبحت زائدة، إذا 0 هكتار فاصلة 3. ثم الآن مع جيم، إذا هذه هي العمليات، إذا عندنا 38 سنتي آر، إذا نضع 8 في سنتي آر، هنا 38 المتر مربع، إذا هي 38 متر مربع، لأن السنتي آر هو المتر مربع، هنا 8 في الآر، إذا نأتي إلى الآر نكتب 8، إذا 18 آر، كم فيها من المتر مربع؟ نضيف صفرين حتى المتر مربع، إذا 1800، هنا 0.7، إذا 0 في الوحدة ديال الآر، فاصلة 7، كم فيها من المتر مربع؟ نضيف الصفر إلى المتر مربع، إذا 70، ثم هنا 5.3، إذا نأتي إلى الهكتار، 5.3، كم فيها من المتر مربع؟ نضيف الأصفار حتى المتر مربع، إذا 53000. جيد، نمر الآن إلى التمرير رقم 24. دونك أحسب مساحة معين، إذا علمت
إذا علمت أن قياس طول أحد قطريه 4 سنتيمتر فاصلة 5، قياس طول القطر الآخر يساوي 3 أضعاف القطر الأول. جيد، إذا هنايا أول شيء بعدا نحسبوا القطر. علاش؟ حيت حنا بغينا مساحة معينة. عندنا القطر الأول اللي هو 4.5، وقطر طول قياس طول القطر الآخر يساوي 3 أضعاف القطر الأول. بمعنى هذا هو القطر الصغير هو 4.5 سنتيمتر، والقطر الكبير كيساوي 3 أضعاف القطر الأول، يعني هذا 3 مرات. إذا 3 × 5 = 15، 12 × 3 = 10، ورقم واحد وراء الفاصلة. إذا هذا هو القطر الكبير، وبالتالي الآن مساحة المعين، إذا نعلم أن مساحة المعين هي القطر الكبير ضرب القطر الصغير قسمة 2. القطر الكبير 13.5، القطر الصغير 4.5، والكل قسمة 2. إذا 13.5 ضرب 4.5، إذا 25، 15 17، 5 زائد الاحتفاظ 6. أنا 24، 12 14، 4 زائد 1 5، إذا 5 7 10 6، 1 2 1 2. جيد، الآن نقوم بعملية القسمة. 60.75 قسمة 2، إذا نأخذ رقم فيها 3 6 والباقي 0، أنزل 0 فيها 0 والباقي 0، أنزل 7 اللي هو الأعشار وأضع فاصلة، إذا فيها 3، 3 في 2 6 والباقي 1، أنزل 5، 15 فيها 7، 14 والباقي 1، أضيف 0 ولن أضع الفاصلة لأنها موجودة، 10 كم فيها من 2 فيها 5 والباقي 0، إذا 30.375 سنتيمتر مربع لأنها مساحة. جيد، نمر الآن إلى التبرير رقم 25. دونك صفيحة معدنية مستطيلة شكل بعدها هما، أحسب قياس محيط هذه الصفيحة بالمتر. إذا كنعرفوا أن المحيط ديال المستطيل، نكتبوا القاعدة، إذا محيط الصفيحة بالمتر، محيط الصفيحة بالمتر. إذا نعلم أن محيط لأنها مستطيل، لأن صفيحة معدنية على شكل مستطيل، إذا مساحة المستطيل عفوا محيط بيريغيم عفوا المحيط لو بيريمتر دونك هو الطول زائد العرض ضرب 2. إذا المحيط يساوي، إذا الطول هو كم لدينا في بعدها هما، إذا هنايا 9/7 أكبر من 4/7، بمعنى 9/7 هو الطول، إذا 9/7 هو الطول و 4/7 هو العرض. إذا بي تساوي، هنا عندنا المقام واحد، ملي كيكون المقام واحد راك نحتافظو بيه كنجمعو البسطين، ضرب 2. بالنسبة للضرب كنضربو البسط في البسط، 13 × 2 = 26، والمقام في المقام بحال هنا واحد، إذا محيطه 26/7 متر. هذا بالنسبة لي ألف. ثم بالنسبة لي ب، أحسب قياس مساحتها بالمتر مربع. إذا قياس مساحتها بالمتر مربع، إذا كنعرفو أن مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض، إذا الطول هو 9/7 ضرب العرض اللي هو 4/7 ضرب، كنضربو الطول البسط في البسط، إذا 9 × 4 = 36، و 7 × 7 = 49 متر مربع، بطبيعة الحال غير قابلة للاختزال. جيد، نمر الآن إلى التمرير رقم 26. دونك أحدد حجم متوازي المستطيلات الذي أبعاده هي، إذا هنايا، إذا هنا عندنا الطول العرض الارتفاع، غادي نحسبو الحجم ديالو، طبقوا القاعدة فقط. إذا ألف، إذا حجم متوازي المستطيلات، كنعرفوا بأن الحجم هو الطول في العرض في الارتفاع، إذا عندنا الطول هو 1.2، ولكن هنايا ما عطوناش الوحدة، إذا غنختارو مثلا ديسيمتر، إذا نحولو ديسيمتر، إذا هنا نحولو تعطينا 12 ديسيمتر، والعرض 8 ديسيمتر، والارتفاع هو هنا في السنتيمتر 7.5. أنا اختاريت ديسيمتر لأن هنا ما عطوناش وحدة محددة.
الآن سنقوم بعملية الضرب. إذا 8 ضرب 12 تعطينا 96، ضرب 7.5 إذا 30، 45، 48، 42، 63، 67، إذا 0، 10، 8، 12، 7، لدي رقم إذا 720. من طبيعة الحال ديسيمتر مكعب، لأن ديسيمتر 3 ديال المرات. جيد، الآن ب الآن عندنا نفس الشيء، عندنا الطول هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. من طبيعة الحال الطول هو عندنا هنا كل شيء بالمتر، نحسبه بالمتر. إذا 2 ضرب 1 ضرب 2، إذا هنايا 4 متر مكعب. جيد، الآن جيم أعبر عن الحجم بوحدة السعة التي يمكن أن يتضمنها كل متوازي مستطيلات. إذا هنايا نعبر بالسعة جيم. إذا عندنا الحجم الأول 720 ديسيمتر مكعب، إذا هي 720 لتر مثلا، أو نضيفوا 3 أصفار 720، إذا هنا من لتر غندوزو لديسيلتر مثلا، أو نزيدو صفر آخر ونولي في السنتيلتر مثلا، أو نزيدو صفر آخر يعني غيولو 4 الأصفار وتولي بالسنتيلتر. دونك هنايا أو أي جواب درتو من هادو صحيح، المهم كاع عبرنا بالسعة، لأن وحدات وحدة السعة هما هادو هما لتر. بغينا نديرو حتى المضاعفات ديكاليتر هكتوليتر ممكن. بالنسبة للتالي 4 متر مكعب مثلا، نديروها هي نحولو لتر، إذا استعملنا الجدول هي 4000 لتر. بطبيعة الحال استعملتو الجدول 4000 لتر مثلا، أو نزيد الصفر 40000 ديسيلتر، أو نزيد صفر آخر 400000 سنتي لتر مثلا، أو نزيد صفر آخر 4 ملايين ملي لتر. كاع هادو وحدات ديال السعة. دونك هادي اللي ديرو غير بالليتر فقط، لا هنا ولا هنايا، غير بالليتر فقط. جيد، الآن التمرين رقم 27. دونك أشطبو الجواب الخطأ. من طبيعة الحال غنحسبو ونشوفو واش أين هو الجواب الصحيح. إذا 27، إذا 18 على 7 تساوي، إذا هنا إما نحسبو هذه ونشوفو واش هي 18 على 7، ولا نفكو هذه ونشوفو هذه. دونك الطرق بجوج صحاح. دونك 18 نفكوها مثلا هي 14 على 7 زائد 4 على 7، 14 زائد 4 هي 18، 14 قسمتها على 7 هي 2، وهنا 4 على 7. دونك صحيح، هذه صحيحة. أو يمكن لي ندير العكس، 2 زائد 4 على 7، إذا هنا بحل على 1، 1 في 7 7، 2 في 7 14، 1 في 4 4، إذا 18 على 7. دونك دير هادي ولا هادو بحال بحال. جيد، الثانية عندي 18 على 7 تساوي 2.57. هنا نديرو عملية القسم ونتأكدو. دونك 18 على 7 إذا فيها 2، 14 4 0، نزيد 0 وندير فاصلة فيها 5، 35 إذا 10 ناقص 5 5، 4 ناقص 4 0، نزيد 0 فيها مثلا 7، 7 في 7 49، إذا 1 0، نزيد 0 فيها 1، 1 7 7، إذا 10 ناقص 7 3 0، إذا هنا 571. هما قال لي غير 57 ومازال يمكن تزيد، راه مازال غير منتهية، ما غاديش تكمل تقريبا، أو ممكن تنتهي إلا درنا 4 ما غاديش تكمل. إذا بالنسبة لهذه خطأ، إذا بالنسبة لهذه غادي نشطبوها، إذا بالنسبة لهذه غادي نشطبو عليها. جيد، بالنسبة للعملية الموالية 18 على 7 قالك هي 18 في 1 على 7، إذا نديرو حنايا 18 في 1 على 7، إذا البسط في البسط والمقام في المقام. دونك هذه صحيحة. بالنسبة للعملية الموالية 3 على 4 قسمة 4 على 5 تساوي، إذا نحتفظ بالأول والقسمة نرجعها ضرب في المقلوب، 4 على 5 المقلوب ديالو هو 5 على 4، هذه القسمة. البسط في البسط والمقام في المقام. دونك 15 على 16 جواب صحيح.
بالنسبة لهذه 18 على 7 هو سبع العدد 18. إذا لاحظوا 18 إذا بغينا نحسبوا السبع ديالو غنضربوا في 1 على 7. إذا المقام في المقام، عفوا البسط في البسط، والمقام في المقام. إذا 18 على 7 هو سبع 18. دونك الخطأ الوحيد اللي كاين هو هذا. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 28. دونك جو ترانسفورم لي زيكريتور. دونك عندنا هاد لي زيكريتور هادو غادي نكتبوهم بحال هنايا 17 مليون فيغول 3 غنضربو في 1 مليون 6 أصفار. لاحظوا هنايا كتبنا 5، علاش؟ فينا هو 0.6؟ 0.6 حيدنا به هاد الفاصلة هادي. إذا غنديرو نفس الطريقة 28 دونك هنايا 45 مليون. دونك هي 45 مليون هو 6 ديال الاصفار، لان المليون كيكون في الفصل في لا كلاس في لا ثروزيام كلاس. بالنسبه لهذه 1 مليار 230 مليون. دونك نفس الشيء عندنا العدد كيكون دائما بحال هكايا. اذا 1 مليار، 1 مليار هو اللي تيكون في الفصل الرابع في لا كاتريام كلاس. 1 مليار في لي مليون كاين 230، في لي ميليي ما كاينش اصفار، و لي زونيتي سامبل الوحدات البسيطه ما كاينش اصفار. تري بيان، ندوزو دابا لهذا 4.75 مليار. اذا بطبيعه الحال المليار شحال فيه؟ فيه 9 الاصفار، كاينين جوج، دونك غيبقاو غير 7، يعني 7 الاصفار. اذا ها 3 ها 6 ها 7 ونكتبوا 5 7. اذا هنايا مليار فيه 9 الاصفار، ولكن حنا علاش درنا 7 نقصنا جوج؟ لان عندنا جوج غيحيدوا لينا هاد الفاصله، بحال 100 نضربوها في هذا. تري بيان، ندوزو للاخرى. دونك هنايا 27.3 مليار. دونك بنفس الطريقة، يعني 27.3، يعني هنا إلا بغينا نبين نوضحو أكثر، هنا على مثلا على هنايا مليار هو نضربو في مليار، هذا هو المليار. دونك هنايا عندي فاصلة رقم غنحيد صفر، غيبقاو غير 3 6 8 8 الأصفار، وهذا دونك ها 3 ها 6 ها 8 الأصفار. دونك ها 8 الأصفار، قلنا واحد فين علاش حيدنا صفر؟ لأن كاينة فاصلة رقم، وغتبقى 3 و 7 و 2. دونك هذا هو 27 مليار فيغول 3. تري بيان، ندوزو دابا ل 29. دونك النقط أ و ب و سي غير مستقيمية. إذا هنا غير مستقيمية معنى ذلك لا توجد على نفس المستقيم، وهي رؤوس للمعين أ ب سي دي ولمتوازي الأضلاع. إذا أول شيء نوضعو مثلا هاد النقاط هادو، يعني معين أ ب سي دي خاصنا هاد المسافة هادي. دونك درت فيها تقريبا جوج ونص. دونك هنا خاصني ندير فيها جوج، جوج ونص هنايا. رينا الله بحال نقلنا على الشكل، بحال هاد الشكل نسخناه هنايا. دابا لاحظوا أ و ب و سي هي مستقيمية، وهي رؤوس للمعين أ ب سي دي. إذا أ ب سي دي باش يكون معين، لأن معين، إذا هنا خصني نستعمل بيركار. أول شيء رانا نصيل هاد الضلع العين بعدا. إذا المعين كنكملوه بالبيركار. إذا غناخد بيركار كنقيسو احد الضلعين، لان هو اصلا هما راهم بحال بحال، لان هذا هو هذا، لاحظتوا هو نفسه. اذا باش ندير معين، ملي كناخذ هذا الضلع هذا هذا القياس هذا، اذا كندير هنايا قوس ونفس هذاك الضلع نفس القياس عاوتاني من الجهه الاخرى قوس. اذا فين تلاقاو القوسين هذاك هو الراس ديال المعين. إذا نصيلو، وهذا، إذا هذا معين. الآن
ولمتوازي الاضلاع بي ا سي او. لاحظوا بي ا سي، اذا بي ا سي هنا او غتجي هنايا. اذا باش ندير متوازي الاضلاع نصيل بعد هذا ديال ا سي، اذا بي ا سي يعني عدد الضلع الاول هو بي ا والضلع الثاني هو ا سي. اذا شنو غنديروا؟ غناخذوا هذا القياس هذا اللي هو في بي ا هذا، اذا هذا القياس هذا الضلع هذا، ونمشي نديروا بحاله في المقابل لان المقابل هو اللي كيكون متقايس معاه قوس. ثم الان غناخذ هذا الضلع هذا ا سي هذا ا سي وندير المقابل ديالو هنايا. اذا غيعطيني تلاقي القوسين، هذاك هو النقطه ديال متوازي الاضلاع. اذا غنصل معاه اذا النقطه هذه ماشي هاد الزرقاها فين تلاقاو القوسين. اذا هنا ا بي بي ا سي او بي ا سي او لان ديما خصنا نديرو دوره متوازي الاضلاع. اذا غيجي هو هذا، هذا غيجي في مستقيم واحد. علاش؟ حيت هذا كيوازي هذا وكيوازي هذا، دونك لما جاوش هادو في مستقيم واحد راه جواب خاطئ. جيد، الان حددنا الراسين او و دي. النمر الى التمرير رقم 30، دونك احوله الى وحده الكيلو اوكتي قياس تاع التخزين الرقمي الاتيه. اذا هادو 30 إذا عندنا 700 ميجا أوكتي، إذا كلشي غنحولوه للكيلو أوكتي. إذا نستعملوا الجدول كما درنا سابقا ولا نديروا تحويل ذهني؟ إذا هنا كنعرفوا من الميجا أوكتي للكيلو أوكتي كنزيدوا ثلاثة الأصفار، دونك نضيفوا ثلاثة ديال الأصفار كيلو أوكتي. إذا استعملتوا الجدول نفس الجواب، 8 جيجا أوكتي، دونك تهاف 8 في الجيجا أوكتي، ثلاثة الأصفار ديال الميجا أوكتي، ثلاثة الأصفار ديال الكيلو أوكتي. هنا 70000 بايت، 70000 بايت. اذا هنايا كنعرفوا 70000 بايت، الا بغيناها الكيلو اوكتي خاصنا حتى نحولوا بعدا الاوكتي. علاش؟ حيت الجدول كما قلنا مثلا هنايا الكيلو اوكتي ثلاثه الخانات، الاوكتي ثلاثه الخانات، والبايت البايت كنضربوا في 8، من الاوكتي للبايت كنضربو في 8. اذا حنا لعدنا بايت خاصنا نقسمو على 8 تولي اوكتي، علاش نحولو للكيلو اوكتي؟ اذا نقسمو هذه بعد على 8، اذا 70 فيها 8 64 والباقي 6. غنزلو الصفر الاول فيها 7، 7 في 8 56 والباقي 4. غنزلو الصفر الموالي فيها 5، 5 في 8 40 والباقي صفر. الصفر الأخير فيها صفر والباقي صفر، إذا فيها 8750، إذا تساوي 8750. ولكن البايت اللي قسمناه قلنا على 8 كيعطينا أوكتي. دابا عاش غنحولو للكيلو أوكتي، إذا هنايا غنديرو هذا في الأوكتي هنا، إذا الفاصلة في الكيلو أوكتي، إذا 8.75 كيلو أوكتي. تري بيان، دابا 100 اوكتي، اذا 100 اوكتي غنحطو 100 الزيرو هنايا الرقم الوحدات في الوحده، 100 اوكتي غنضيفو الصفر، اذا 0.1 لان هادو اصبحت اصفار زائده كيلو اوكتي. تري بيان، ندوزو دابا للتمرين 31. دونك يعبر عن قياس الاحذيه بنقط وتقدر قيمه كل نقطه بجوج على 3 سنتيمتر. كل نقطه زعما جوج على 3، النقط هما الاحذيه ديالنا حنايا. مثلا كتقول شحال كتلبس؟ كتلبس 36 40 يعني 40 نقطه، اي معادل تقريبا 6 مليمتر فاصله 66 غير منتهيه. هذا يعني ان حذاء قياسه 35 نقطه يكون قياس طولي. دابا شي واحد كيلبس 35 يعني طول الرجل ديالو هي 35 ضربوها في 6.66 غتعطينا بالمليمتر بطبيعه الحال، نحولوا للسنتيمتر او نضربوا بجوج على 3 تعطينا بالسنتيمتر ديريكت. اذا الالف احسب بالسنتيمتر قياس طول الحذاء قياسه 42 نقطه، دونك هذا 31. اذا لك القياس ديالو 42
نقطه، بغينا حنا الطول ديال الرجل ديالو غنطول كل نقطه بجوج على 3 سم. حنا نخدموا بهذا احسن لينا من هذا، لان هذا القسمه غير منتهيه. هذا حسب نخدموا بهذا جوج على 3 سنتيمتر، جوج على 3 سنتيمتر تساوي اذا البسط في البسط 2 في 2 و 2 في 4 على 3 تساوي، نقسموا دابا 84 على 3 اذا فيها 2 نزلوا 4 فيها 8، 8 في 3 24 والباقي 0، اذا ها 28 سنتيمتر. بالنسبه لباء احسبوا بين النقط قياس حذاء قياس طوله 260 ملم، دونك 260 ملم اول حاجه نحولوها للسنتيمتر يعني نحذفوا الصفر، اذا الطول ديالو 26 سنتيمتر. دابا الا بغينا 26 سنتيمتر لان هنايا ملي عطاونا النقطه ضربناها في جوج على 3، ولكن ملي عطاونا طول الرجل اللي هو 26 سنتيمتر غنقسموا على جوج على 3، اذا نقسموا على جوج على 3 اذا القسمه كترجع ضرب في المقلوب 3 على جوج، اذا البسط في البسط دونك 18 7 على جوج، 78 اللي قسمناها على جوج غتعطينا 8 38 لا 39 39 جوج 18 هي ده هي هذيك، دونك هنايا عفوا ماشي سنتيمتر نقطة، إذا هذا عدد تشكيل بس 39، 39 نقطة لأن السؤال باء وحسب بالنقط، إذا 39 نقطة جيد. التمرين رقم 32 دونك يملك كل من سمير وفؤاد مبلغا ماليا، إذا أعطى سمير لفؤاد درهمين أصبح لكل منهما المبلغ المالي نفسه. لاحظوا إذا أعطى سمير لفؤاد درهمين يعني أعطى جوج درهم غيولي عندهم نفس المبلغ، إذا هنا أول حاجة نعرفه هو الفرق ما بين المبلغين، إذا الفرق بين المبلغين هو 4 دراهم. علاش 4 دراهم؟ حيت هنايا غيعطيه جوج دراهم، اذا هو تنقص ليه جوج والاخر غتزادو جوج يوليو قد قد، بمعنى الفرق بيناتهم 4، بحال مثلا واحد عنده 7 دراهم وواحد عنده 3 دراهم الفرق بيناتهم 4 دراهم، الا نقص لهذا جوج دراهم نقصنا ليه جوج دراهم بقات عندو 5 وعطاها لهذا غيزيدها عليه غتولي 5 يولي عندو نفس المبلغ، اذا خاص الفرق يكون 4 ديال الدراهم، اذا الفرق بيناتهم هو 4 دراهم. اما اذا عطى فؤاد لسمير درهما فسيصبح ما عند فؤاد نصف ما عند سمير، بمعنى خاص يكون عنده يصبح عنده الضعف، يعني واحد يدوب العدد الاخر بحال واحد عنده 8 الاخر خاص يكون بقى عنده 4. اذا هنا بالنسبه لهذه المساله هذه راه انا كنظن انك تحتاج الى معادله او اكثر من معادله يعني الى نظمه يعني داكشي ديال الاعدادي، بالنسبه للابتدائي فهي شويه صعيبه على المستوى ديالو. اذا نحاول نمثلوها غير بقطع فقط، اذا مثلا نديروا دراهم كل كارو بدرهم مثلا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة المربعات. دونك هنا إلا عطينا لهذا مثلا عشرة، واحد جوج نديرو حتى لهنايا عشرة قدو، إذا دابا عندهم عشرة عشرة، ولكن داك الفرق بيناتهم اللي هو 4 دراهم خاصنا نزيدوه لواحد فيهم مثلا لهذا، واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك الفرق بيناتهم 4 باش إلا حيدنا هاد جوج دراهم هادو وزدناهم لهذا غيوليو قد قد نفس المبلغ. مزيان دابا الا نقصنا لهذا جوج دراهم غيولي حد هنا، ونزيدهم لهذا غيولي حد هنا، هنا غيبقى عندو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهذا غيبقى عندو ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمسة ستاش، ستاش وضيع ديال ثمانية. إذا مبلغ فؤاد هو 10 دراهم، ومبلغ سمير هو 14 الدرهم، ولكن كما قلنا حنايا راه عاونا شويه بالنظمه باش لقينا الجواب، اما باش تلقاه كمستوى ابتدائي واخا دير سنغافور لا ميثود ديال سنغافور صعيبه باش تخرج هذا، يعني كتحتاج النظمه لان فيها مجهولين، فيها مبلغ ديال سمير ومبلغ ديال فؤاد، جوج ديال المبالغ ما معروفينش. المهم عطينا غير الجواب غير تقريبي وصافي، هو صحيح ولكن بالنسبه لكم ك يعني كطريقه شرح راه منظن ما غير مناسبه. مزيان نمشيو للتمرين رقم 33، اين هو 33؟ هو هذا، دونك جو تراس ان كاري دو دياغونال 5 سنتيمتر، دونك غندير واحد لو كاري دياغونال القطر ديالو يكون فيه 5 سنتيمتر، كنعرفوا ان الدياغونال ديال المربع تيكونوا قد قد ومتعامدين يعني بجوج ما يكون 5 5 ومتعامدان، اذا هنايا غنديروا 5 سنتيمتر هذا الدياغونال الاول
والاخر 5 سنتيمتر، ولكن خصهم يكونوا متعامدان وفي نفس المنتصف. ما معنى ذلك؟ معنى ديك الخمسه خصنا نقسموها على جوج، يعني جوج ونص في الاعلى، لاحظوا من 0 حتى 2.5، وهنايا جوج ونص، يعني خاص يكون في نفس المنتصف. بطبيعة الحال نصيلو، إذن هذا هو أن كاري دو دياغونال 5 سنتيمتر. تخي بيان، دابا بي جو تراس un losange dont les diagonales mesurent 6 cm et 4 cm. D'abord, on dit losange, يعني معين، 1 في 6 و 1 في 4. Donc, on a dit 1 في 6 و الاخر في 4، ولكن بشرط 4 خصنا نقسمو حتى هي على جوج، يعني جوج من هنا و جوج من هنا. لاحظوا من 0 حتى لجوج، من جوج حتى 4 باش يكونوا في المنتصف. وهذا من طبيعة الحال حتى هو خصنا نقسمو على جوج، يعني 6 سنتيمتر خصنا نديرو في النصف 3، حيت كنعرفو بان لي دياغونال تيتقاطعو في المنتصف، سوكوب او ميم ميليو. دونك هذا القطر الموالي، ثم اصل دونك بالنسبه لهذا 6 سنتيمتر، وبالنسبه لهذا 4 سنتيمتر، كامل القطر كامل. بالنسبه لهذا راه الدياغونال درنا فيه 5 سنتيمتر، من طبيعه الحال هنا راه تكون زاويه قائمه فيهم كاملين لانه كاري، ما عطاوناش السميه دونك ما نديروش لو نو. سي جو تراس لو ريكتانغل ا بي سي دي تيل كو بي دي 7 سنتيمتر. دونك هنا ريكتانغل ا بي سي دي يعني مستطيل، بي دي خص تكون فيها 7. لاحظوا ا بي سي دي، اذا لاحظوا ا هذا هو المستطيل ا بي سي دي، بي دي فيها 7، يعني عطوني القطر هو اللي فيه 7. اذا كنعرفوا بان المستطيل في القطرين ديالو كيتقاطعوا في نفس المنتصف، اذا غندير 7 مثلا هكذا، هذه 7 ولكن نقسمها على جوج، يعني 3.5. 7 قسمتها على جوج هي 3.5، لاحظوا 3.5. من طبيعة الحال بالنسبة للقطر الآخر ما نديرش غير زاوية قائمة، ما نديرش هنا زاوية قائمة، وندير فيه تا هو 7 ولكن يتلاقاو في 3.5. حالك هذه هي 3، لاحظوا من 0 هذه هي 3.5، هي هذه ها 0 ها 3.5 حتى 7 هاهي صافي. هنا دابا لصلناه راه غيعطينا مستطيل. دونك هنايا اللي درنا الكوس راه نلقاو هنايا زاوية قائمة، أنا درتهم في المنتصف 3.5 3.5 3.5. إذا هذا سي، هذا بي، وهذا أ. تخي بيان، دوزو دابا لدي. دونك جو تراس أن سيركل دو ديامتر 5 سنتيمتر. دونك هنا سيركل، واخا ما عندناش في الوحدة سيركل، دونك هنايا ديامتر 5 سنتيمتر، الديامتر هو القطر، بمعنى الشعاع هو النصف ديال القطر، يعني 2.5، يعني النصف ديال القطر هو الشعاع. إذا غنقسمو 5 على 2 تعطينا 2.5، إذا غنديرو شعاع فيه 2.5، من 2 حتى النص هنا، غناخدو بيركار وغادي ندورو، سواء من هنا سواء من هنا بحال بحال. هكذا بحال صافي، ندورو سيركل، هكذا هو لو سيركل هذا الدي. دونك سميو او واخا معطوناش هما، وهذا راه 2.5 باش يكون القطر كامل 5 سنتيمتر. تخي بيان، دوزو دابا ليكزارسيس 34. دونك يحتوي برميل على 625 لتر من الزيت، بيع 3 على 5 هذه الكميه من الزيت، وحسب كميه الزيت المتبقيه في البرميل. اذا بيع 3 على 5، نضربوا في 3 على 5 باش نعرفوا شحال تباع.
إذا 34، إذا هنا 34، وأحسب كمية الزيت المتبقية، إذا كمية الزيت المتبقية باللتر. جيد، إذا عندنا 625 لتر. شحال بعنا منها؟ بعنا منها 3 الأخماس، إذا نضربو في 3 على 5. إذا هنا غنضربو 625 في 3، 3 في 5 15، 3 في 2 6 زائد 7، 3 في 6 18 على 5. دابا نقسمو 1875 على 5، إذا فيها 3، 37 فيها 7، 7 في 5 35، فيها 5، إذا 375 لتر. إذا هذه راه ماشي هي المتبقية، هذه التي بيعت. دابا شحال المتبقية؟ كان فيه 625 لتر، غنقصو منه ما بيع، الذي بيع الزيت المباع. إذا هنايا نديرو 5 ناقص 5 0، 12 ناقص 7 5، 6 ناقص 4 2، إذا بقات 250 لتر. جيد، الآن التبرير رقم 35، يزود نهر سدا بمعدل 40 متر مكعب في الدقيقة، وحسب قياس حجم الماء المتجمع في السد بعد مضي 31 يوما، نستعمل المحسبة. إذا 35، إذا هنا 40 متر مكعب في الدقيقة، هنا 31 يوم، غنضربوها في 24 باش تولي ساعات، لأن اليوم في 24 ساعة، وغنضربوها في 60 تولي دقائق، دابا ولا عدي بالدقيق، وكل دقيقة فيها 40 متر مكعب. من طبيعة الحال العملية يعني نضربو هذا في هذا في هذا ونحط الجواب. إذا من طبيعة الحال استعملنا الآلة الحاسبة، غتعطينا 1,785,600 متر مكعب. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 36. دونك يقدم الجدول مبيعات متجر عطور خلال أسبوع. عندنا العطر، عدد القارورات التي تم بيعها، يعني النوع الأول باعوا 20، النوع الثاني باعوا 15، الثالث ما عرفناش. وحسب عدد القارورات من النوع 3 التي تم بيعها، إذا علمت أن مجموع المبيعات هو 45 قارورة. إذا بعنا 45، غنقصوا منها 20 ديال النوع الأول، 15 ديال النوع الثاني، غيبقى لي النوع الثالث. إذا بالنسبة ل 36، إذا ألف، إذا عندي 45 هو الكل، نطرح منه المجموع 20 زائد 15، إذا هي 45، 20 زائد 15 هي 35، إذا هي 10 قنينات، 10 قنينات. طبيعة الحال الجملة هي عدد القارورات من النوع 3، مثلا عدد القارورات من النوع 3، يعني لا داعي لكتابتها. ب، أمثل المبيعات من العطور بمخطط بالأعمدة. هنا غنديرو مخطط بالأعمدة. إذا بطبيعة الحال ديما السطر الأول العطر هو اللي تيكون لتحت، ديما السطر الأول. كاين نوع واحد، نوع جوج، نوع ثلاثة. إذا نديرو هنايا النوع واحد، هنا مثلا النوع اثنان، هنا النوع ثلاثة. جيد، بالنسبة لهنايا الفوق عندي 15 20، هنا لقينا 10، إذا هنايا نمشي مضاعفات 5 تجيني مزيانة. إذا ندير 0 5 10، 15 20 25، يعني مضاعفات 5 فقط، تجي مزيانة. جيد، الآن النوع الأول 20، دونك النوع الأول 20، يعني هنا النوع الثاني 15 والآخر 10، إذا هذا 15 ها هو، وبالنسبة للنوع الثالث 10. هنا قال لي بالأعمدة، بطبيعة الحال غنديرو أعمدة هكذا، هذا عمود ثاني وعمود أخير. وبطبيعة الحال هنايا خصني نكتب عدد القارورات التي تم بيعها، عدد القارورات التي تم بيعها، عدد القارورات التي تم بيعها. إذا هذا هو المخطط. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 72. لا تنسوا لايك للفيديو تشجيعا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.